هي اليوم موضوعنا كتير مهم، يمكن ضغوطات حياتية اجتماعية ظروف اقتصادية صعبة عم نمر فيها، ويمكن الأكثر ضغطا اليوم الأمهات نوعا ما بيكون عليهم مسؤولية كتير كبيرة، خصوصا الأم العاملة كيف هي توفق بين بيتها وشغلها، ودائما في حالة من الغضب أو عدم السيطرة على النفس ممكن تتصرف الأم، وهذا الشيء بينعكس على أطفال. اليوم قديش هي الحالة بتنعكس سلبا على الطفل لما الأم متعصب ما تقدر تضبط أفعالها، ممكن خناق صريخ كلام لازم الطفل ما يسمعه اليوم ممكن توصل الحالة للضرب. كل هاي التفاصيل رح نحكي عنها وعن آثارها السلبية على نفسية الطفل وشخصيته مع الأستاذة ريما جحجاح اختصاص تربوي. يسعد صباحك واشتقنا لك، أهلا وسهلا فيكي. صباحك، صباح الخير، أنا اشتقت لكم كثير. يسعد هالصباح الحلو، كيفك؟ منيحة؟ مشتقت لك. يعني كنا عم نحكي عن الاضطرابات النفسية مع الدكتور الضيف اللي قبلك، ولكن خلينا ننتقل ونحكي يمكن عن الضعضعة النفسية يلي ممكن ينقلوها الأهل للأطفال، وكيف أنتم بتلامسوها هيك لما بتشوفوا الأطفال؟ يعني شو كيف بيعبروا الأطفال إنه يمكن ما بيعبروا قدامي من كان غير البيت علقوا فيهم مثلا بالروضة، كيف بيعلقوا الأطفال إنه أهلهم متخانقين، هن متضايقين، هن بحالة نفسية غير صحيحة؟ هلا الطفل أول ما بيجينا أكيد بده يكون مبتسم ويكون سعيد، فهون لما بيجي الطفل شوي في علامات كآبة وحزن على ملامح وشه، فهون بتبلش بقى الآثار عند المس إنه أنا شايفة ملامح زعل، شايفة ملامح حزن جواته، فهذا الطفل متعودين عليه إنه فرح، هذا الطفل متعودين عليه إنه عنده نشاط، عنده حيوية، فهون بقى بتبلش دراسة الحالة، ندور نحن على الخلل الموجود عند الطفل، فأكيد هذا الخلل بيكون جاينا من البيئة اللي جاي منها من البيت. هلا بداية نحن بنحكي عن الأم، الأم هي العضاضة، هي الركينة الأساسية، هي الحنان، كل شيء بهالدنيا يكفي تقولي ماما، لكن هي ماما نحن مو لازم نفكر فيها، مو لازم نشوف شو صاير معها لحتى مضغوطة كل هالقد. هون نحن بنشوف الطفل عنده هي ردات هي الفعل، بنعمل دراسة حالة، نطلب ممكن نتواصل مع الأهل، طبعا الطفل بده يعبر بكلمات، بده ممكن ما يتفاعل معنا بألعاب، ممكن ما يحب يطلع واجب من الشنطة حسب العمر الزمني تبعه، طبعا ممكن ما يتفاعل مع رفيقه متعود انه انا يورجيه علبة طعامه يكون هو زعلان كثير حتى علبة طعامه قدران يطلعها، فهون نحن بنستشف هي الشغلات وبنقعد معه شوفي، فهو لمين بده يحكي؟ بده يحكي للمس اللي هي اقرب له طبعا من الكل، فهون انه انا ممكن في اطفال بتعبر وفي اطفال لا ليا، ممكن في طفل بيقول لك انا زعلان من ماما، انا زعلان من بابا، ممكن في طفل بيختلق شيء كرتوني من خياله لانه امه هي حنانه، هي كل شيء بيحبها كثير وتفاجأ من هالرد الفعل اللي ساويته معه مثلا، فما يرفض يقول مين، يقول مثلا انه شيء كرتوني هو بيحبه مو بيكرهه، بيحاول يمثله فيها انه هو زعلان، فهون نحن بنبلش انه بيدخل بدا دخل مع الاطفال ودخل مع مود الروضه، نسي الموضوع تماما، بس تكرر الموضوع نحن نتواصل مع البيت. بدنا البيت وبدنا نعمل دراسة حالي ونشوف الأسباب ونتناقش ونحكي، ونحن أكيد كتير منساعد الأم والأب بالحالة النفسية بشكل عام، كتير منساعدهم وكتير منوقف جنبهم ومنحكي، المساعدة اللي منقدمها أنه نحن منسمع، هي أكتر شيء ممكن أنت تكوني بحاجته، يكون شخص أنا لا أخي ولا أختي ولا رفيقي ولا أي عابر ممكن تقولي، وبيهمه نفس الشيء مصلحة ابني، فأنا ممكن تحاور وأنه نوصل لحل، يعني نحط بنود المشكلة ونوصل لحل. طيب خلينا نبلش معك من البداية، يمكن حال الأمهات مثل ما قلنا بيتعرضوا لضغوطات كتير كبيرة، والأم أساساً هي أكثر عاطفية، اليوم نشوف كتير من الأمهات يمكن بتقلك أنه أنا فقدت السيطرة، خانقت طفلي، عيطت عليه، ممكن يوصل الأمر للضرب، بتلاقي هي الحالة الدائمة بس ينام الطفل انه عم تعتذر منه، عم يقول يا ريت، تأنيب الضمير، انا يا ريت ما عصبت، انا يا ريت قدرت اعمل كنترول على حالي، وبتتكرر الحالة. خلينا نبلش من البداية لما نحكي عن اطفال بعمر السنتين، يعني الطفل الصغير قد ايه بتأثر على حالته النفسية؟ قد ايش ممكن تعكس اضطرابات نفسية عند الطفل وببناء شخصيته؟ لأنه بالأخير الطفل هو مراية أهله، أي تصرف أو اكتساب هو يكتسب من المحيط اليوم. هلا نحن عندنا الام العصبيه بتشكل خطر على طفله،
أنا ما بدي هول الموضوع وأعمل قلق للأمهات، وحط خاصة حنية الأم مثل ما تفضلتي حضرتك، تأنيب الضمير اللي بتعاني منه ليلا، لأنه هي طاقة، هي عاطفة، فهي ما أنا عم تضرب ابنها أو عم تعيط عليه أو منكره. صحيح أكيد هذا صحيح. لا هي عم، والتصرف اللي تصرفه ما بيستدعي كل هالعقوبة هي اللي أخذها يعني. لكن الأم الضغوطات اللي عم تتعرض لها بشكل عام بهذا الوقت، نحن بوقت كتير صعب، تحضير المدارس، تحضير المونة، نحن ما حكينا كمان ممكن تكون امرأة عاملة. صحيح. هي كلها الضغوط، البيت، ترتيبه، الطبخ، رجعة الأولاد من المدارس، التدريس، تكلفة الحياة الغالية، تأمين كل المتطلبات، هي عم يخليها أنه دائما في توتر دائما. لكن الخطر الأساسي على الطفل أنه الطفل لما بيتعرض لشحنات غضب بشكل دائم من قبل الأم، فهو جسمه لا شعوريا بيفرز عنده ثلاث هرمونات، هي الكورتيزون والأدرينالين والنور أدرينالين. هذا الثلاث هرمونات بس تنفرز عند الجسم الطفل، فبتسرع عنده شحنات الغضب، بتعمل له مستقبلا تبول لا إرادي، بتعمل له سكري، بتعمل له ممكن تقولي لي عند الطفل هيك شغلات، بقول لك ايه، ضعف شخصية، عدم ثقة بالنفس، هي للحالات الشعور والإدراك يعني. نحن عنده حتى ممكن ضعف دراسة، تأخر دراسة، صعوبات تعلم، هي كلها بيؤدي الضغوطات اللي بيتعرض للطفل من قبل الأم، تراكمات تراكمات تراكمات، فهوني هي الشحنات الغضب بتولد عند هاي الطفل فرز هاي الهرمونات الثلاثة، هي طبيا يعني معروف في هاي القصة. فهوني نحن بدنا نلاقي حل، لأنه تكرار هاي القصة بيطلع عنا طفل دراسيا متأخر، دراسيا عنده مشاكل، وحتى انخراطه بالمجتمع بده يكون في عنده مشاكل، في عنده فقدان للحنية للأمان، عنده حب تملك، حب الذات، عنده سيطرة، عنده ممكن يمارس تنمر، أي شيء بيكون ضغوطات معه يعني منه لأقرانه أو من أقرانه عليه. تمام. فهون احنا بدنا من الام تخفف الضغوطات وتخفف من الستريس الموجود عندها. طبعا احنا في عنا حلول دائمه، لكن عم نحكي بشكل عام شو تاثيرها على الطفل. لكن احنا اذا نحكي بمجال اخر ونشوف شو سبب الام، بدنا نعمل بحث ونعمل دراسه. لكن بالنسبه للطفل عند الام العصبيه تشكل خطر كبير عليه للامانه. نعم. خلينا نحكي يا ريما، يمكن في كثير من الاطفال بيكون عندهم حاله نفسيه بعبروا عنها عن طريق العناد او عن طريق تصرفات غريبه الاطوار، منها الطيش، منها الضحك بصوت عالي، منا يمكن الصريخ، ممكن أذية الأطفال بوقت من الأوقات للفت النظر، لأنه هن بحاجة للاهتمام وما عم يعرفوا يعبروا. خلينا نحكي عن هي الحالة، وكيف فينا هيك يعني نملي نقص الأولاد يلي أو نعرف الطريق لأنه هن شو بحاجة لنملي. هلأ ليا، هي مخاطر الأم العصبية على الطفل، هي اللي بتولدها هي القصص، بتولد العناد وبتولد حب الذات وبتعمل اضطرابات داخلية وبتعمل اضطرابات جسمانية. هوني ما بدنا نشوف، ما بدنا نعالج الطفل، نحن مو مشكلتنا مع الطفل. أنا هوني بنصح إنه نحن ندور على المشكلة الأساسية، وهو هذا الحل الأساسي يعني. نحن ما عنا بديل، أنت تيجي مثلا، ممكن تيجي الأم لعندي أنا ما عاد فيني أتحمل وأنا ما عاد عندي قدرة، عم بيصرخ، عم بيضحك بصوت، عم نفس الشغلات اللي انت قلتيها. طيب انا ما بدي ادور شو سبب هاي الاشياء اللي عم يتصرفها الطفل، هذا لفت النظر اللي عم يساوي، ليش انا موجود، اهتموا فيني، انا بحاجه للامان، انا بحاجه للحب. انت كأم كأب موجود عندك طاقه كبيره من الحب، من الامان، من الحنيه، من كل شيء، انت المربي، انت الطاقه، انت عمود البيت، فانت الاساس. فأنا كيف بدي استمد هاي الطاقة وأنتي ما عم تعطيني إياها، ودائماً أي تصرف أنا عم بتصرفه أنتي عم تقابليني بهجومية يعني، بعصبية شديدة، بضرب، بكلمات نابية. والطفل لا يعني أكثر موضوع أنه هو الطفل مقلد، فأي شيء بتتصرف تمام. فهي الشغلات اللي عم يشوفها قدامه بالبيت، أنا نحن مو بالضرورة، نحن موضوعنا عن الأم العصبية بس كمان عنا الأب العصبي كمان يعني، نفس حيكون نفس ردات الفعل عند الطفل. فهوني هذا الطفل كل شيء عم بيشوفه بالبيت عم بيساويه برا، ممكن يضرب رفيقه، ممكن حتى تأكدي ممكن يضرب أمه اللي هي العصبية، ممكن يمد إيده عليها. وأنا واثقة أنه في كتير من الأمهات موجود هلا عم يسمعونا وعم بيقولوا إيه، بس انت السبب،
انت اللي جبتينا لهون، انت الطفل عجيني من شكله بايدنا بالطريقه اللي بدنا اياها، اذا ربيناه وفق اسس وقواعد امنه وسليمه. هلا نترك الطفل ومشكلتنا معه، لانه تعديل سلوكه سهل جدا اذا تغير البيئه اللي هو جاي منها. فهون نحن فورا ننتبه لبيئه المنزل، نتحاور نحن والام، نتحاور نحن والاب، بنجيب الام ونشوف ندور معها شو اسباب عصبيتها، شو السبب اللي عم يوصلها لهون. احنا عندنا اسباب كثير يعني، الاسباب ممكن الام تكون طالعه من ولادي حديثي داخلي باكتئاب ولادي، معظمنا بيعرف هي الحاله بتدخل فيها الام وهي بحاجه لتشجيع وبحاجه لانها تحب حالها اكثر والاخرين يهتموا فيها اكثر، وخاصه الزوج. نحن بوقت كورونا ما عم نطلع من البيت، ما عم نفوت، دائما عندنا قلق وخوف على طفلنا، عم يعملنا ستريس. ايام زمان بتلاقينا نحن مثلا طلعنا مشوار بالحديقه خلصنا من هالضغوطات الموجوده عندنا، هلا ما عم نقدر حتى هذا المشوار انه نطلعه لانه الاب مشغول بظروف الحياه وتامين متطلباتها والام عندها داخل البيت كمان. فهون بتصير طبعا نحن ما حكينا بالاشياء الفيزيولوجيه اللي بتتعرض الى الام جسمانيا اللي بتخليها هي متوتره بتعرضت لمرض او بحاله فيزيولوجيه تبعت جسمها. فهون هي كلها بتترك رواسب. فعندنا نحن بالنسبه للام تراكمات، هي التراكمات مثل اللي عم بيعمر، عم بيحط شيء فوق شيء فوق شيء، فهون صار عندها ضغوط كثير كبير. فهي عند اي موقف ممكن تقولي لي هلا الطفل ما تصرف شيء، ممكن زاحي الكاسه من هون لهون، الام صرت بصوره شديد. طيب انت واقفه عم بتراقبي، بس يا هل ترى انت قعدتي مع الام وشفتي ليش هي صرخت هذا الصراخ؟ فهي متعرضه لضغوط كثير كبيره. فهون نحن بدنا نطلب من الام انه تقعد بمكان كثير هادي، تفكر مع حالها بالورقة والقلم، دائما بنحكي فيها بنود واحد، انا ليش عم اقصر؟ انا شو فاقدي بحياتي؟ دائما حتى هلا اول ما بيجي المولود الاول وهيك الام الماما الجديده يعني بتكون فاقده لحاله الحب القديمه، مثلا انه ايام الخطبه او حتى ما قبل. هي انا دائما باكد لهم عليها، بيجيني ابهاتي بيسالوني انه ماما ريما طب ما أحب يعني في حب كثير كبير بيناتنا، بس في دائما توتر. هلا اللي عم بيصير انه هن نقيضين، هون عندي اب بارد وهذا، وهون عندي ام عصبيه يعني عم بتفور وتغلي على اي شيء. فانا اول شيء بقول لهم طلعوا مشوار، طلعوا عيدوا. يعني اول ما بتساليها حتى جربي يعني مع اي حدا ام عصبيه وساليها انت شو المطعم بتحبي بتقعدي فيه ايام زمان، لا شعوري بتقول لك كلمه بتذكر لك اياها. فاذا هي حانه لهي الفترة، لهذا الوقت، حس حالة أنه دائما فوضى فوضى فوضى، بدها تلحق من هون من هون من هون، فما عم تعرف تتصرف. فهون بدنا أنه هي تقعد بهدوء وتكتب أو بينها وبين نفسها أنه أنا شو الشغلات والضغوطات اللي ضايقتني، أنه أنا شو ساوي، أنا شو أعمل، عرفتي أنه كيف أحكي عن وجعي، لمين أحكي، مين الأشخاص اللي أنا لازم أتواصل معهم. نعم ريما، نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا، وان شاء الله هيك يا رب الله يخفف الضغوطات عن كل افراد العائله. شكرا كثير لك ويسعد صباحك. حبيبتي يسعد صباحكم، شكرا كثير لكم. بس بدي اكد على نقطه انه نحن هلا داخلين لعام دراسه، فبطلب من الام انه تكون كثير هادئه، ودائما المكان اللي بتكون موجود فيه وصار فيه ضوضاء وصار فيه تعصيب تطلع من هذا المكان وتروح لمكان ثاني. اكيد، ويمكن المشكله الاولاد بيوقعوا مفشش البيت يعني الام والام، قد ما كنا متعرضين نحن عم نساهم بانشاء طفل لازم يكون سليم نفسيا. اساسا نحن عم نمر بظروف حرب، يعني بدل الهم همين حرام. يعني عليكي بس هذا الموضوع جدا هام، لكن صحيح. احنا ما حكينا بموضوع الحل، فانا اسفه يعني طولت عليكم، لكن الحل عنا انه نحن نطلع من المكان الموجودين فيه نفس بنفس اللحظه اللي فيها تعصيب، ابتعد عن اطفالي لحتى اكون انا امانهم. وبدي بس من خلال قناتكم الرائعه اللي انا كثير بحبها اني اوجه تحيه للجيش الابيض، لملائكه الرحمه، وخاصه بخص الشكر مدينه حمص حبيبتي، مشفى الاهلي، دكتور كلياتهم اكيد نوجه لهم تحيه. لاجراهم عمل جراحي لوالدي بالدماغ والحمد لله قام بالسلامه، فبدي اتشكرهم من كل قلبي. الحمد لله على سلامتهم. الحمد لله على سلامتهم، والله يعطيهم الصحه والسعاده، وشكرا كثير. شكرا لك والله يخليكم لبعض. الحمد لله، شكرا لك.